كنساء سوريات على مبادئ أساسية وأهداف سامية، فهذا إن دل على شيء فهو يدل على وحدة نساء سوريا من كافة المكونات، وعلى الوعي والتنظيم الذي توصلنا إليه في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية. نأمل من خلال هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة على أسس الخير والجمال والحق، ويلبي أهداف وطموحات نساء مدينة منبج. طبعا في بداية حديثي دائما أود أن أستذكر كافة شهدائنا وشهيداتنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون أي أرواحهم من أجل أن نقف وقفتنا هذه، ومن أجل أن نحافظ على المكتسبات التاريخية لمناطق شمال شرق سوريا. طبعا من بداية شهر أيلول أطلق مجلس المرأة العام في حزب سوريا المستقبل سلسلة اجتماعات موسعة لكافة مناطق شمال شرق سوريا بالإضافة إلى حلب والشهباء، بحيث تكون هذه الاجتماعات هي توجيهات سياسية وتنظيمية لكافة النساء في مناطق شمال شرق سوريا. طبعا كل منطقة حسب خصوصية المنطقة، ويكون هنالك تقييم عام للأعمال و الإنجازات التي حققتها النساء، سواء كان في الرقة، الطبقة، دير الزور، منبج. واليوم نعقد الاجتماع في منبج بحيث سيتم تقييم الأعمال خلال عامين، سواء كان هنالك وجود أي نواقص، وجود أي تحديات، عوائق في العمل وعلى مدى سنتين. إلى جانب ذلك سوف يتم تشكيل مجالس المرأة في كل مناطق شمال شرق سوريا، وكل مجلس مرأة سيكون له عدد كافي، وسيكون له تمثيل من قبل مندوبات إدارة الذاتية أو من قبل نساء زنوبيا وبشكل عام. إلى ذلك سوف ننتقل إلى عقد المؤتمر الثاني لمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل الذي سيكون في بداية شهر تشرين الأول. نضالنا مستمر، مقاومتنا أيضا مستمرة، وسيكون لنا فعاليات وأعمال أيضا في المرحلة القادمة، وسنعمل بكل ما بوسعنا ونعمل جاهدات من أجل أن تكون المرحلة القادمة مرحلة أمان واستقرار، ونقدم الدعم لكل النساء السوريات. في الاجتماع الموسع الأول لمجلس المرأة تحت شعار بإرادة المرأة الحرة المنظمة نبني سوريا المستقبل، خلال هذا الاجتماع نود أن نحيي ونثمن الدور الطليعي والأعمال الجبارة تحت شعار بإرادة المرأة الحرة نبني سوريا المستقبل. طبعا سوف يتم المصادقة على أعضاء ومنتسبات حزب سوريا المستقبل ومجلس حزب سوريا المستقبل، مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل. طبعا هون أردنا تمكين المرأة سياسيا وتوعية المرأة وجمع كم أكبر من المرأة السياسية وجعل إرادة المرأة أقوى في هذا المجال، المجال السياسي. طبعا في الظروف الراهنة من تهديدات من الدولة التركية واستهداف المرأة بشكل خاص واستهداف المرأة السياسية، طبعا يتم تمكين دور المرأة في حزب سوريا المستقبل وتوعية المرأة في حزب سوريا المستقبل وتمكينها سياسيا. طبعا نحن بنوجه ونقول دائما أنه إرادة المرأة لن تنكسر، دائما المرأة مقاومة مناضلة، المرأة قيادية، وخصوصا في المجال السياسي. راتب ربيع العربي جاءت نتيجة الاستياء من الإدارات البعيدة عن الديمقراطية والحرية وعن التحول الجذري في البلاد على شكل ثلاث مراحل. المرحلة الأولى قراءة التوجيهات السياسية. كنا نعلم بظروف والتهديدات والظروف القاسية من الداخل ومن الخارج التي تمر في مدينة منبج. اليوم انعقاد مثل هذا الاجتماع يعطي القوة، يعطي الدافع لاستمرار المرأة
وجود المرأة بالمجال السياسي يعطي القوة لجميع أعضاء المجتمع بكل شرائح المجتمع. وجودها في المجال السياسي يعطي تنظيم المجتمع بأكمله، احتياجات المجتمع، متطلبات المجتمع، وكذلك أسرار مقاومة المجتمع ودفاعه وصموده أمام التهديدات والأخطار، طريقة اغتيالات، طريقة الغدر التي طالتها شهيدها فيرين خلف، وكذلك شهيدات أخريات. اليوم وجود النساء تسير على درب هؤلاء الشهيدات، أكيد ضمن انتسابي ووجودي ضمن صفوف الحزب، يعني اللي شفته واللي كان موجود دائما أنه مبادئ الحزب تسعى لكل شرائح المجتمع من نساء، يعني في اليوم نساء إداريات، في نساء لهن عمل، في نساء مبدعات ضمن المجتمع، نساء مدنيات، يعني ما في تفرقة بين كل هاي النساء، كل النساء تشارك ضمن الحزب وتنتسب باسم يعني تمكين المرأة من مجال سياسي. اللي نأمل واللي كلياتنا لازم يكون لنا واجب ونسعى له ونحققه أنه زيادة عدد النساء في الحزب بهدف قوة المرأة، قوة المرأة مشاركتها بالمجال السياسي. يعني العدد الكبير والتمكين المرأة لما يكون إلى فأكيد رح يصل لأهداف الحزب، أهداف الحزب اللي هي عديدة، اللي أولا تمكين وجود المرأة، إعطاء الدور الحقيقي وفرصة بمشاركتها بالانتخابات وتكون موجودة وممثلة لجميع النساء. من ناحية تانية الأهداف الحقيقية الأساسية لحزب سوريا المستقبل، التعددية، اللامركزية، الديمقراطية، فهي كلها هي أهداف كل امرأة تطمح تكون موجودة ضمن الحزب.